لمزيد من النقاش ينضم إلينا من لندن السيد عمار حمودة الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالخارج. مرحبا بك سيد حمودة معنا. برأيك كيف يكون المخرج من هذه الأزمة؟ مرحبا بكم وبضيوفكم الكرام. هذه أزمة تأخذ بتلابيب السودان، قد تؤدي به إلى حروبات أهلية، قد تذهب به إلى مذاهب شتى. تجربتنا مع النزاع المسلح دائما ما تنتهي إلى أعمال طويلة، وربما إلى انفصال أجزاء عزيزة كما حصل في جنوب السودان، أو بالانتهاء على طاولة المفاوضات كما حصل مع جميع حركات الكفاح المسلح. كل هذا كان واضحا، ولذلك مسألة أن يكون هناك حل عسكري لأزمة سياسية لا نعتقد أن ذلك هو المخرج السليم. ما نراه الآن أن هناك حوجة عاجلة في المجال الإنساني وفي غيرها من الأمور الحياتية، وأن طريق الحل السياسي هو الأفضل لكل الأطراف. طيب كيف يتم التوصل إلى حل سياسي في هذه اللحظة؟ كل طرف متمسك بوجهة نظره، والبداية أصلا باللجوء لحل عسكري لمشكلة سياسية يبدو وكأنه يعقد كثيرا من الوصول لأي حل سياسي، فما هي رهانات نجاح هذا الحل السياسي من وجهة نظرك؟ فعلا التدخل العسكري يقطع الطريق على الحلول السياسية، ولكن علمتني التجربة كما ذكرت أنه لا بديل للحلول السياسية سوى أن نأتي إليها ولو بعد حين. ولذلك من واجب الساسة والسياسيين وكل الذين ينتهجون العمل السلمي في الحياة السياسية والحياة العامة أن يصطفوا من أجل وقف الاقتتال والعودة إلى طريق التفاوض. مسألة دمج الدعم السريع لم تكن مسألة مرفوضة من الأساس، ولكن كان هناك اختلاف في التفاصيل. الدعم السريع نفسه يقول أنه يجب أن يندمج في الجيش السوداني. الجيش السوداني هو الأساس بحكم أننا نسعى إلى جيش مهني موحد، ما في ذلك شك. إنما جاءت التفاصيل الأخرى اللاحقة التي أدت إلى اندلاع الحرب كنتيجة لطموحات سياسية وليس للابتعاد عن العمل السياسي، هذه حقيقة. عليه فإن العبء الأكبر على الجانب السياسيين السودانيين سوف يستمر أكثر طالما هناك ارتفاع لغلبة السلاح ولغة الحرب. لغة الحرب غير محببة على الإطلاق في ميادين السياسة والعمل العام. نحن نتحدث عن دولة مدنية، نتحدث عن تحول مدني ديمقراطي، نتحدث عن خروج الجيش من السياسة، نتحدث عن آمال كبيرة، نتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة، نتحدث عن هذه الأمور وصولا إليها عبر اتفاقيات بتواريخها وبأشواطها وبمصفوفاتها الزمنية المعدة لتنفيذ كل شيء بما فيها الدمج والتسريح، ليس فقط لقوات الدعم السريع إنما لكل الجيوش الموجودة بالسودان وصولا إلى جيش مهني واحد. هذا هو رأي الحرية والتغيير منذ البداية، وهذا هو الأساس الذي قامت عليه العملية السياسية التي الآن هي متوقفة بحكم القتال. برأيك هل نجاح الحل السياسي مرهون بحسم أحد الطرفين لنجاح عسكري؟ كما ذكرت من ناحية سياسية مسألة الحسم وغيره يمكن أن يكون هناك حسم عسكري في لحظة ما، ولكن لا يعني ذلك أن الحلول السياسية قد اكتملت أو أن هذا هو الحل السياسي. الحل السياسي أعمق من ذلك بما يتجاوز لموافقة الطرفين على اللجوء لحل سياسي أصلا. سيد عمار، هل سوف يوافقون على لجوء لحل سياسي إذا ما انتصر طرف أو حقق طرف نجاح عسكري أكبر من الآخر على الأرض؟ إذا حصل أي انتصار ستكون هناك معادلة سياسية جديدة بدون شك. أصلا ليس هناك مقارنة بين مقومات قوات الشعب المسلحة والقوات المسلحة ومقومات الدعم السريع. هذه مسألة مفروغ منها من حيث الموازين الاستراتيجية. نحن هنا نتحدث عن الجانب السياسي، نتحدث عن وجود مشكل حقيقي في كيفية الوصول إلى جيش مهني موحد. هل هذا هو الأسلوب الذي سنصل به إلى الجيش المهني الموحد مع كل حركات الكفاح المسلح وغيرها مما ينشأ من تعقيدات مستقبلا؟ نحن لدينا كما إذا كان الأمر كذلك سيد حمودة، ما هي فرص نجاح يعني البعثة التي أوفدتها أو سوف تفيدها إيجاد مكونة من ثلاثة رؤساء أفارقة، ما حظوظ نجاح هذه البعثة أصلا؟ كل الجهود الرامية إلى إيقاف الاقتتال حتما مرحب بها، هذا أمر جيد. حتى ولو تضاءلت حظوظ مثل هذه المبادرات إلا أنه يجب
أن تدعم وأن تضاف إليها مجهودات آخرين في المنطقة ومن داخل السودان، لأن هذا أمر يهم شعب السودان وليس فقط المقتتلين. ربما المقتتلين هم آخر من يتأثر بالضوائق التي ستنتج، سواء كانت ضوائق إنسانية أو معيشية أو خلافه. هذا أمر يعني لا غبار عليه، بل مطلوب على الدوام حتى وفي عز الصراع. يجب أن نشجع المبادرات التي تقود إلى وقف إطلاق النار وإسكات صوت البنادق، ومن ثم العدول عن الطريقة التي تحل بها هذه المشاكل، على أن يكون الوصول إلى جيش مهني موحد عبر نقاط متفق عليها من جميع الأطراف حملة السلاح. ذلك طيب. أيسر. حين يقول جهاز المخابرات أن الحوار الآن خيانة، الحوار مع ميليشيات الدعم السريع خيانة، لا يوجد حوار، لا يوجد أي تفاوض قبل يعني إنهاء هذه الأزمة ويتم تفتيت قوات الدعم السريع، ألا يعد ذلك يعني تمركزاً أو تركيزاً أو إصراراً على فكرة أنه لا حل سياسي قبل النجاح العسكري كما يعني تحدثنا منذ قليل؟ غير متوقع من الجهات المتصارعة أن يكون هناك خطاب تصالحي سياسي في عين هذه اللحظة التي تجري فيها القتال وإطلاق الأسلحة. لا يمكن تصور مثل هذا الأمر، فكلا الطرفين يعتبر أنه في مواجهات وفي عز المعركة، ولذلك الحديث عن الحلول السياسية ربما يكون نوع من التخذيل. هذا مفهوم جدا في إطار البيانات والبيانات المضادة وحرب البيانات ومسألة الحرب الإعلامية، لكن نتحدث باستراتيجية عن كيفية الوصول إلى حل سلمي نهائي يضع المجتمع جميعا في سلام وفي استقرار وفي ديمومة. هذه لا يجاوب عليها بأي حال من الأحوال عن طريق القصف المتواصل أو هذه الأمور. هذه أمور تحتاج إلى شجاعة سياسية كبيرة للمضي إلى حلول ناجعة وحلول عملية، حلول يمكن أن تكون مخرج حقيقي لأزمات السودان المتطاولة. هذه الأزمة ليست وليدة، ولا الدعم السريع خلق في هذه الفترة البسيطة، ولا أن الواقع الموجود الآن هو فقط من تخلقات اللحظات الأخيرة. هذه مسألة بعيدة في التاريخ الحديث، موجودة منذ سنوات، وكانت عبارة عن يعني محاولة من القوات المسلحة لخلق قوات رديفة، والآن انتهى بها الحال إلى أن تكون متقاتلة معها. هذه أمور ليست بالجديدة، وهذه أمور في غاية التعقيد، أخذها بمبدأ أن هناك فقط اختلاف في الرأي وسوف يحسم سريعا في ظرف يوم أو يومين أو أسبوع. هذه مسائل، هذا تبسيط للمسائل، أتمنى أن لا يكون منطليا على أحد. هذه أمور سيتأثر بها المواطن، سنتأثر بها في مستقبلنا في حاضرنا، ولذلك وجب أن يتم تدارك الآثار التي يمكن أن تمتد إليها أكثر. نعم. طيب سيد عمار، في مثل هذه الأزمات عادة ما يكون هناك مجموعة من الأسباب الظاهرة المباشرة قصيرة الأمد التي أدت مباشرة يعني تفجر الأزمة في من الأساس، لكن عادة ما يكون هناك أسباب أكثر عمقا، أسباب جذرية، أسباب قديمة، أسباب غير مباشرة أدت للوضع الحالي. برأيك ما هي هذه الأسباب العميقة؟ هذه الأسباب ليست غائبة، بل هي منظورة وموجودة، ولذلك حينما الناس تتحدث عن جيش مهني موحد فإنها تتحدث عن أن هناك اختلال في أنه غير موحد. وللغرابة فإن الجانب العسكري كان يقول لا، نحن في الجانب العسكري في تمام التوحد، وأن هذا جزء من كل، والأمور تسير كما ينبغي. هذا ما اكتشفنا لاحقا أنه غير موجود. مسألة المهنية داخل الجيش، هذه مسألة مطلوبة على الدوام، تحديث الجيش مطلوب على الدوام، وكذلك الإسراع في عمليات الدمج والتسريح للوصول للجيش المهني الموحد. هذه مسائل لا يمكن أن تحل نفسها بنفسها فقط باستمرار الوقت، إنما تحتاج إلى جهود، وجهود حقيقية، جهود بمعنى أن يكون هناك إيمان بأننا ذاهبون إلى جيش مهني موحد. ما يزال الحديث عن أهمية الجيش الواحد الموحد هي
في صميم وفي أساسيات العمل الاستراتيجي. أما الأسباب الأخرى التي أدت إلى هذا الوضع، فإننا نعرف أنه في حال اختلاف القيادة العسكرية فإنه سيكون هناك قيادة واحدة وليست عدة قيادات، وأن الوصول إلى ذلك ربما مر عن طريق العنف والقوة العسكرية، وهذا غير محبذ من ناحية سياسية ولا من ناحية مجتمعية. ويجب علينا كسياسيين أن نحل بين حدوث مثل هذه الأمور، وأن نصل إلى أهدافنا بالطرق التي يمكن التوافق عليها، ويمكن أن تكون ذات مردود أبقى في المجتمع السوداني على أقل تقدير. شكرا جزيلا لك سيد عمار حمودة، الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالخارج، حدثتنا من لندن.